انا دعاء الموافي مدربه كلاب. بالنسبه لي الكلاب مش مجرد جزء في يومي، تقريبا حياتي كلها دلوقتي او اكبر جزء من حياتي ويومي بيكون معاهم. الكلب بالنسبه لي مش مجرد صاحب بيسليني في وقت فراغي، هي روح باخد بالي منها، علمتني الرعايه، علمتني المسؤوليه، علمتني ان انا ازاي اكون رحيمه بالكائنات التانية اللي ربنا خلقها. عشان كده بشجع حملة حياتنا احلى بيهم، وبطلب منكم كمان ان انتوا تشجعوهم في البروجكت بتاعهم، ولان حياتنا فعلا احلى بيهم.